نعم أيوة. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم زودك الله التقوى، هذا خير الزاد، وهو التقوى، تقوى الله خير زاد، لن تجد خيرا من هذا الزاد وهو تقوى الله. وما معنى الزاد؟ ما معنى الزاد؟ الزاد هو الذي يرافقك لكي يغذيك، فأحسن شيء تتغذى به وتزود نفسك به وهو تقوى الله. قال زدني، قال وغفر ذنبك. انظر، نعم ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم أيوة.